الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابه لا تستحقوه من بعده غرضا من أحبهم فبحبه أحبهم ومن أبغضهم فبغضه أبغضهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين واقتل الكفرة والمشركين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في فلسطين اللهم احفظ المسجد الأقصى وغزة من كيد الكائدين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون